سرقت هذه الآلة هدوء المدينة قبل أن ينتهي بها المطاف إلى هذا الحال، لكنها لم تصبح هكذا إلا بعد أن تحررت منطقة بيرباشا من الميليشيا. ولم تعد المفاجأة هنا هذا المشهد، بل الحالة التي تركت عليها المكان عموما. هنا تماما وفي مقر نادي الصقر الرياضي والثقافي في مدينة تعز، حيث تمركزت الميليشيا طيلة شهور، حولت المقر ومحيطه إلى وجبة شهية للطيران الحربي، وهو ما ألحق به دماراً كبيراً وخراب. تتعامل الميليشيا مع الأماكن بوصفها دوماً مواقع للحرب أو مسرحاً للقتال، وهكذا اتخذت من مقر النادي المميز المطل على أجزاء من المدينة موقعاً لها، كجزء من المأزق الذي دفعت الميليشيا إليه تعز، ليس بغرض قتال الخصوم بل قتل المستقبل والعبث بكل شيء فيه. أسوأ الضيوف وصلوا وحولوا النادي إلى هذا الشكل، ساهموا في طمس معالمه وخطوا شعاراتهم على الجدران والأبواب فيما يعتقدونه تأريخهم المشرق، ولم يتعدى أبعد من دعوات للقتال والموت والدمار، إذ باستطاعة الحرب تزوير الأماكن ليصبح الملعب الخاص بالنادي وجميع صالاته على هذه الهيئة. نظرات التعاطف مع مستقبل مهدور على أيدي جماعة لا ترى في هذا الجيل أكثر من مشاريع ضحايا حروبها. كان سيكون لهذا الجيل موقعه من المستقبل في هذه المؤسسة الرياضية الثقافية الرائدة التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي، فأحالتها الميليشيا إلى هذا الشكل. فالإبحار في عقود من تاريخ النادي الكبير يقدم ملخصاً على عراقته، لكن لم يعد اليوم سوى أطلال.